وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله.
أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ومن عذابه نستجير. لا وسلم الدنيا بجماله أول الدنيا في صاله فصلوا عليه وآله.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ها نحن الآن قد جلسنا في عيد من أعياد المسلمين، ما جمعنا هاهنا إلا شرع الله تعالى، إلا شريعة الله تعالى، إلا منهج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اجتمعنا هاهنا إلا لنحيي شعيرة من شعائر الإسلام، إلا لنحيي دين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى: هذا هو ديننا، هذا هو شريعتنا، هذا هو منهجنا، وانتبه إلى منهاجنا. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ماذا قال عنه الجليل؟ هذا هو دينه، وهذا هو منهجه، وهذا هو طريقه. قال الله تعالى بحق رسول الله: محمد رسول الله والذين معه. ثم قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج في هذه الأيام وفي كل يوم، وخاصة في هذه الأيام، أن نجسد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نجسد ما معنى محمد صلى الله على ذاته وصفاته، أن نجسد ما معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا نقرأها، لا نقرأ هذا الكلام ونمر عليه، لا والله، ولكن أن نفضح ما قال الله تعالى وما أمرنا به الدليل، وما نهانا عنه، وما أمرنا به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون رجل من أمة رسول الله؟ كيف نجسد أخلاق ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: قل اعملوا فسيرى الله. ما تقرأ حينما يقول الله تعالى، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لعلى خلق عظيم. كيف وصل النبي صلى الله على ذاته وصفاته إلى قلوب الناس، إلى قلوب العباد؟ كيف وصل محمد صلى الله عليه وسلم؟ إخوتي في الله، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف معظمنا نسمع بهذا الحديث ولكن لا نفهم منه شيئا.
تتكلم المسلمين. العين لا تزدري مسلما ألا تنظر إلى محارم الله تعالى. وهذا العين تحب المرأة سعاده منها، وترى الرجل الذي يأتي إلى المسجد ويأتي إلى المساجد تراه في الجامع رجلا صالحا ولكن إذا خرجت من المسجد تراه أخلاق
نحن إذا قفل تكلم في المسجد قامت الدنيا لم تقعد. إذا حدث شيء بسيط وإذا الرجل يتكلم كأنه النووي وكأنه البخاري تكلم بالحلال وبالحرام. وانظر إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجسد سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم رجل دار في المسجد. وإذا بالصحابة قاموا عليه يمين وشمال وأمام وخلف ماذا فعلت؟ ماذا عملت؟ بل في مسجد رسول الله ندى. وإذا بالرحمة المهداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الصوت فيأتي. وإذا بالأصحاب من رسول الله يا رسول الله هذا الرجل قد فعل كذا وكذا، هذا الرجل قد كذا وكذا. وانظر إلى الرحمة، وانظر إلى الأخلاق، وانظر إلى دين ماذا يفعل؟ هذا هديتنا، هذه هي هويتنا، من هاتنا. ماذا يفعل الرجل؟ هل مر هذا الرجل؟ لا والله. هل شتمه؟ لا والله. هل قال له بكلمات مؤلمه؟ لا والله. ولكن ينظر الى رسول الله بعين الاتباع وليس بعين الافتقار. انظروا الى اخلاق رسول الله، ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بلسان عربي فصيح يا بلال، يا عمار، ماذا يا رسول الله؟ ائتوني بقدح من الدلل، ائتوني بقدح من الماء. ونادى بعض الصحابه ائتوني بدلو من الماء. وقال لهذا الرجل ماذا قال؟ وهو زعيم قومه، زعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام مبني على قوه وليس مبني على ضعف. الدوله المدينه المنوره قائدها ما يأمر يأمر. ماذا قال النبي؟ ائتوني بدلو من الماء. وذهب إلى الرجل، ذهب إلى الرجل وقال يا هذا، يا أخ الإسلام، أتي من دونك. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أتي من دونك. فقال يا فلان ائتني بدلو من الماء، ووضعه على الأرض. ثم قال يا أخي العرب بلسان فصيح وبوجه مبتسم، يا أخي العرب ما هو المكان لهذا؟ تبسم في وجهه. ماذا كان ردة هذا الرجل الأعرابي الذي لا يفقه من الدين شيئا؟ أتعلمون ماذا قال؟ قال يا رب ارحمني أنا ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، هذا هو ديننا.
لتسجد أخلاق رسول الله. عندما نقرأ القرآن كما قال الله تعالى: وإنك على قلوب عظيم، يسأل سائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم عنده العلم العظيم؟ نعم والله نعم. أسلوب عظيم؟ نعم. ولكن اختص الله تعالى هذه الصفة لأنها تدخل إلى قلوب العباد، تدخل إلى قلوب العباد بأي شيء؟ بأخلاقه. اللهم جنبنا بأخلاق رسول الله، اللهم جنبنا بأخلاق رسول الله، اللهم يا ربي صريح العين جنبنا بأدب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، ادعوا الله عنكم يخرجون الرجال. اللهم وقفنا
ذلك الشعب ومن دعاء